بيتحرش بالبنات داخل المترو، فوجئت بيه بيتحرش بيها ونزل وراها الشارع وراح مد يده، دخل وراها العمارة ومسكها وكان حضنها وعايز يبوسها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي، بس ناخد رأيكم في الأول، اللي عملته المصرفية دي أو الموظفة في البنك صح من وجهة نظركم ولا تستحق العقاب؟ والغريب في الموضوع إن الشاب جات له الجرأة يعمل كده. الموضوع وإزاي الجريمة تمت، وهل ممكن نتعاطف مع موظفة البنك؟ هل ممكن نلتمس لها العذر في جريمتها؟ تعال نشوف الموضوع إيه وإيه اللي حصل. موظفة في البنك كل يوم بتركب المترو، لاحظت إن في شاب من عين شمس بيركب المترو بيتحرش بالبنات داخل المترو، وكله بيشتكي من هذا الشاب لأنه معتاد على طول الركوب في المترو وللأسف التحرش بالنساء والفتيات. فالمصرفية بتاعت البنك خلاص بتبعد عنه، هتعمل ايه؟ آخر مرة فوجئت بيه بيتحرش بيها ونزل وراها الشارع وراح مد ايده تحرش بيها بالايد، مش بالكلام واللفظ، في المترو بيتلزق فيهم بحجة الزحمة، لكن في الشارع راح لمسكها من ايدها فابتدت تجري لغاية ما توصل للعمارة اللي هي ساكنة فيها، راحت شتمه ودخل العمارة اللي ساكنة فيها. فما كان من هذا الشاب اللي من عين شمس انه دخل وراها العمارة مستغلة لان ما فيش حد في الشارع وقدام العمارة، ودخل راح حاول ان هو يحضنها ويقبلها بجرأة منقطعة النظير. ده لسه الجرأة ما جاتش، اللي هو عمله ده مش جرأة. شاب طايش طالب بينزل المترو عشان يتحرش بالبنات، عجبها المحاسبة في البنك دي، مشي وراها مسكيتها شتمته، دخلت العمارة دخل وراها، فما كان منها هي إلا جات مزعقة، ولما الناس أمها سمعتها أخوها نزل البواب كان في الشارع جري دخل عملوا للواد كماشة جوه العمارة. بقى مين اللي ماسكه؟ أخو البنت أخوها وبواب العمارة. راحت مطلع الفيديو الموبايل بتاعها، خلت أخوها والبواب وهي نزلوا في ضرب، وفي الآخر راحوا علموا عليه عشان إيه؟ لما يبص في المراية يعرف إنه خلاص. الناس بتشوف يا جماعة اللي مضروب بيشلف في وشه بيتعرف إنه هو إيه، يقولك ده متعلم عليه مش راجل. ما هو الضرب في الوش او العلامه في الوش ما فيهاش معلش، تخبطني في وشي وتعلم عليا خلاص. مهما تعمل عمليات تجميل بيبقى باين ان انت راجل لا بلطجي، لو واحد بلطجي علم عليك يعني انت مش راجل. في الحالتين مغبوط بيشلف في وشك يبقى انت بلطجي، طب انت مجني عليك يبقى انت مش راجل، ما عرفتش تدافع عن نفسك. وراحت الموظفة اللي في البنك مصور الفيديو وهو بيتضرب ومتعلم في وشه، وراحت منزلاها على صفحتها على الانستجرام. مش عارف هل ممكن انزل لكم الفيديو ده ولا لا، لانه الواد بيتضرب ضرب جامد ومتعلم في وشه جامد. لغد دلوقتي مفيش جرأة، شوف لغد دلوقتي يعني اتحرش بقى في المترو، نزل وراها في الشارع، مسك دراعها، دخل وراها العمارة، حضنها، عايز يقبلها، كله ده بالنسبة لي شاب وطايش وخد عقابه وانضرب. اما المفاجأة فيه، الواد طبعا اتضرب ضربة موت حلوة وشاف البنت
وهي بتصوره اللي هو كان بيتحرش بيها. راحت البنت منزل الفيديو على صفحتها وقالت الولد ده شغال بيبيع حاجات في المترو وكلنا عارفينه وبيتحرش بالبنات وبيعمل حركات، واخر مرة مشي ورايا وعمل معايا ودخل معايا العمارة وعمل كذا وكذا وكذا، ومنزل الفيديو. ودي مفاجأة برضو ان بالتجارية ده منزل الفيديو وهو بيضربه بالواد وبيعلمه فيه، بيعلمه عليه بالتجارية. ماشي، ما فين الجرأة من الولد بقى؟ الجرأة من الولد انه راح لقسم شرطة المرج وقال لهم انا عكست واحدة وتحرشت بيها ودخلت وراها العمارة، مسكوني ضربوني وعلموا علي انا عايز حاجي. ده مجنون. انت جاي بتعترف قدام الضابط ان انت تحرشت بقى في المترو ونزلت وراها لغاية ما دخلت العمارة بتاعتها وبعد كده دخلت تحرشت بيها، وجاي بتقول له الضابط مسكوني ضربوني وعلموا في وشي ونزلوا الفيديو اهو انا عايز حاجي. ده انت اعترفت بلسانك ان انت اتحرشت بيه، اتحرشت بيه، دي جريمة. الولد واضح ان هو جريء جرأة غير عادية برغم التحرش اللي عمله ودخل وراها العمارة، لكن تروح تعمل محضر في قسم المرج بتتهم البنت واخوها والبواب انهم ضربوه ونزلوا فيديو على الانستجرام عشان انا كنت داخل اتحرش باختهم. اما انت كنت فاكر ان اخوها هيقول لها بس يا بنت سيب الواد ياخد حقه، في ايه يعني شباب تعبان ما تسيبيه يا ستي روج على نفسه شويه، انت مجنون. اما اخوها كان يعمل معاك ايه؟ كان يقول لك اطلع بره، وشايف اخته بالزعق كنت مستني البواب يعمل ايه معاك؟ ما اعتبرها زي بنته ولا اخته. اي حد كان لازم يعمل كده، يديك علقه محترمه ويعلم عليك. لكن هي راحت نزلت الفيديو، طبعا تم القبض على البنتين دي. عشان بقول لكم عشان كده، هل ممكن نلتمس لها العذر في اللي عملته ولا نقول عليها لا ما ينفعش ده واللي حصل ده تطول منها ولازم تعاقب؟ تم القبض عليها، تم القبض على اخوها، تم القبض على البواب لانها منزل الفيديو على صفحتها، والواد مسلم سي دي بالفيديو بسؤال البنتين المصرفيه اللي شغاله في البنك دي واخوها والبواب. قالوا يا فندم دخل وراها العماره ومسكها وكان حضنها وعايز يبوسها، وطلعنا على صوت الصوات، والبواب نفسه كان في الشارع مش واقف قدام العماره، سمع الصوات جري قفل الباب ومسكنا الواد واحنا بنتخانق اتعور في وشه. احنا كان قصدنا ايه يعني؟ كنا بندافع على اختك. الولد ممسوك بتهمه التحرش، والمصرفيه اللي شغاله في البنك واخوها والبواب بتهمه التعدي على الشاب. طب والشاب كان ايه اللي دخله العماره؟ هو اعترف قال كنت بتحرش. حاجة غريبة جدا يعني، تلقى ولادنا بقى فيهم جرأة غير عادية. طب انت اتضربت وتعلم عليك، اتكسف واسكت استخبى، لا ده هو اللي راح قسم المرج وهو اللي قدم بلاغ وهو اللي انا كنت بتحرش بيها ودخلت وراها راحوا مسكينه ضربوني. اها، هو انت كنت فاكر ان كده يعني خلص الموضوع؟ طب انت دخلت قضية تحرش. يقولك معلش هي دخلت معايا في قضية تعرض لي او ضربي واصابت علامه في وشي عاها مستدين. غالبا هترسع الصلح لانه هو هيسجن، وللاسف هي برضو تعدى على الولد واصابته في وشه حسب القضاء. هل القضاء ممكن يلتمس لها العذر وانها كانت في حاله دفاع عن النفس واخوها كان بيدافع عن شرفه والبواب كان بيعتبرها زي بنته؟ القضاء اللي هيقول كلمته. لكن في جميع الاحوال انا منتظر رايكم انتوا. انتوا شايفين تصرف المصرفية هي واخوها والبواب كان صح ولا كان يكتفوا ضربتوه وكسرتوا عينه علمتوا على وشه ما كانش ليها لازمة تحطوا الفيديو على الانستجرام؟ لانه واضح ان الولد ما هموش كل اللي حصل، ما هموش غير الفضيحة الفيديو اللي نزل على الانستجرام وبقى بيتعاير بيه في المنطقة كلها. فقال لك لا ما حدش هيشيل الفيديو غير لما بلغ الشرطه او البنت تعرف تشيل الفيديو، ومش اشكال السجن السجن، لان لما السجن ان حدش هيعرف، لكن فيديو موجود وناس بيضربوني ويعلموا عليا في وشي كسر عين. فانتوا ايه رايكم؟ هنقول ايه؟ لله الامر من قبله.